بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير مشاهدينا ومستمعينا الكرام، يا مرحبا فيكم في هذه الطلة الصباحية الجميلة. من أول الصبح حب مخرجنا ياخذ لقطات خارجية ولا وقايق عاد يقول لعيسى، يعني يقول كلمتين كذا حلوين على أول الصبح وإحنا قاعد ناخذ اللقطة الخارجية. انزين يا عيسى الله يسامحك، الحين لما تخليني انا اشوف منظر زي كذا اتحسر اني موجود داخل الاستوديو، اقول يا ليتني انا برا الحين، خاصه على شاطئ البحر ولا قاعد لي في مقهى قاعد اتفنجل بقدح من القهوه او الشاي مع قطعه من البسكويت. هذا دليل يعني اني مسوي رجيم وحركات. اي يعني بجد يعني الواحد لما يشوف لقطات زي كذا يعني الواحد يبغى يقول الله صدق الجو شكله حلو، بعدين ياخذونا لقطه على البحر عشان نشجع الناس. عموما صباح الخير لكل مشاهدينا، وهذا ما شاء الله الحمد لله، يعني نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة، بوادر العافية بدأت تهل علينا مرة ثانية، وإن شاء الله نقول لكل مشاهدينا ومستمعينا وين ما كانوا الله يعطيكم الصحة والعافية ويشافيكم ويشافي أي أحد غالي عليكم، وإن شاء الله دائما كذا بس باتباع نقدر نقول الأسباب، يعني أخذ الأدوية بشكل صحيح، حماية الجسد من نقدر نقول لا قدر الله من نكسات صحية، وإن شاء الله ربي يعني بيمتعكم بالصحة والعافية. عموما في حلقة اليوم كالعادة عندنا هناك ثلاث وقفات حوارية بالإضافة إلى مواضيع اجتماعية، إحنا من خلالها نطرق بعض الأبواب اللي نفتح فيها باب الاتصال، إن كانت على المستوى الأسري على المستوى الصحي إن كان وفي نفس الوقت على المستوى التثقيفي. اليوم عندنا فقرة الطب البديل، عندنا فقرة الخاصة بالأطفال وخاصة في الجوانب التربوية الإبداعية، وأيضا بيكون عندنا وقفة نقدر نقوم مع الأخوان في وزارة الصحة فيما يخص الفحص ما قبل الزواج مع الدكتور للحديث عن هذا الموضوع بشكل خاص. يمكن احنا فردنا لهذا الموضوع في اكثر من حلقه من برنامج قهوه الصباح في حلقات سابقه، يمكن سنوات يمكن مرت عليها او شهور، ولكن هالمره اتمنى انها يعني تلقى كذلك الدعم من قبل المقبلين على الزواج اللي عندهم النية، كذلك من قبل أولياء الأمور للفتاة أو كذلك للزوج، لأنه ضروري الفحص ما قبل الزواج. ليش؟ بنعرفه إن شاء الله في لحظة حوارنا مع ضيفنا. بتكون عندنا كذلك مجموعة من التقارير الصباحية، وأيضا كذا بين لحظة ولحظة بنعمل لكم جولة من خلال الكاميرا الخارج الاستوديو. أحب أقدم تحية لفريق العمل المصورات والمصورين يعطيه العافية، والشباب اللي موجودين في غرفة التحكم، والوسيم الموجود في الصوت اللي دائما بيبدعني كذا بالأجهزة، كل الشباب الله يعطيهم الصحة والعافية، فريق الإعداد، وما أنسى اليوم عيسى قالوا لي ماخذ أجازة، عمر المزروعي النجم، ترى على فكرة عمر المزروعي من الشخصيات الجميلة، وأنا ممكن بشكل شخصي كل مرة أكتشف عنده موهبة. قبل فترة كان أتكلم معاه عن طريق التلفون فسمعت صوتك قلت له عمر عجيب صوتك جد، يعني قلت الحبيب يعني ضروري يكون لك أداء، يعني هو ترى تميز في مسلسل يوم ويوم، بعدين يمكن آخرهم كان ربشة كان هالسنة صح؟ وينك؟ إيه ربشة كان، فيعني ضرور هالولد يتم استثماره، يعني ينفع إعلانات، ينفع يعمل لكم أصوات كرتونية، غير أن الروح الرائعة. والله قاعد أمدحك يا عمر، المفروض تحط في رصيدي الحين نص مليون. عموما صباح الخير وحياكم الله.
وصباح الخير مشاهدينا الكرام، وإلى موضوعنا الأول في برنامجنا قهوة الصباح. وزي ما قلنا لكم اليوم بيكون عندنا موضوع كثير مهم يهم شرائح المجتمع، ليس فقط على مستوى السلطنة بل على مستوى العالم. ضروري يكون هناك الفحص ما قبل الزواج أو قبل الارتباط، على الأقل بس تعرف لا قدر الله إذا كانت هناك في مثلا تكون حامل المرض، مصاب بالمرض، عندك أمراض وراثية لا قدر الله، هذيك اللحظة لما يكون في التقاء مع شركة المستقبل نكون عارفين الجوانب الصحية فيما يخص عملية الإنجاب. عموما بنتعرف تفاصيل هذا الموضوع أكثر وأكثر من خلال ضيفنا العزيز اللي غاب عنا فترة ورجع لنا اليوم بيطلع ما شاء الله تبارك الله، الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي، اختصاصي طب الأسرة بوزارة الصحة وعضو اللجنة الوطنية للأخلاقيات البيولوجية. يا مرحبا فيك وحياك الله. أهلا وسهلا، سعد كثير بوجودك معنا. وإحنا سعد، وأتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد دكتور. جميعا الله يسلمك. خلينا نتكلم كذا عن الموضوع بصورة عامة ودور وزارة الصحة وأيضا بالتعاون مع الجهات المعنية والجهات التثقيفية كذلك، ويمكن أكثر من وسيلة إعلام أنتم طرقتوا الباب فيها للتنويه لهذا الموضوع، وكذلك حتى يعني كانت جوانب اجتماعية قبلية في السبلات المعروفة في حديث دائما. الحمد لله يعني في طفرة صارت وفي كذلك معرفة، ولكن نطلب بالمزيد، فالكلمة لك. نعم، في الحقيقة هو تشكل يعني الأمراض الوراثية تحدي سواء على الفرد أو المجتمع والعائلة وعلى أيضا الخدمات الصحية، لأن يكمن يعني التحدي في أن هذه الأمراض ليس لها علاج شافي، فلما يولد بها الشخص تظل معه مدى الحياة وتستمر يعني المعاناة. يأتي دور الخدمات الصحية فقط تخفيف من هذه المعاناة، ولكن إذا قدرنا أن احنا نمنع حدوث هذه الأمراض فيكون هو الإنجاز الكبير طبعا. وهذا ما يهدف إليه الفحص الطبي قبل الزواج، بأنه يبين إذا كان الشخص حامل لأي من هذه الأمراض الخطيرة أو المنتشرة عندنا. فمجرد هو نوع من التنوير أو التعريف إذا كان هو حامل، أنه ما يقترن بشخص حامل آخر. فقط هذه هي الفكرة باختصار. ممتاز، أحييك على الإيجاز في هذه النقطة عشان ما يكون في لبس عند المشاهد. لو بنشرح ما هو الفحص قبل الزواج كذا بكل بساطة يعني. نعم، هي مجموعة من التحاليل المخبرية التي تبين يعني إذا كان الشخص فيما إذا كان حامل أو مصاب بنوع من هذه الأمراض الوراثية. طبعا احنا عندنا في منطقة الخليج أو بصفة عامة منطقة إقليم البحر الشرق المتوسط عندنا مشكلة الأمراض المرتبطة ب اللي هي فقر الدم المنقلي والثلاسيميا. نعم، فهذه هي تشكل الحقيقة عيب كثير على العائلة وعلى المجتمع ومعاناة أيضا على الشخص المصاب بها. فإحنا في هناك تجارب أيضا لعدة دول يعني قامت بتقديم الفحص قبل الزواج كنوع من الإجراء القانوني. نعم، وأثبتت يعني المؤشرات مالهم انخفاض في أعداد المصابين بهذه الأمراض. فهو عبارة يعني نأخذ عينة من الشخص، عينة من الدم، نقرأ عليها بعض الاختبارات، وبعد ذلك نوجه المشورة أو التنوير للشخص إذا كان الشخص حامل لهذه الأمراض، نبين له ما هي صفات الشخص أو شريك الحياة المناسب له وما هي الاحتياطات اللازمة. أنا بتكلم شوي في الجانب الاجتماعي فيما يخص هذا الموضوع، أنه ممكن يصير يعني خطبة أو ما شابه ذلك بعدين تصير عملية. وأنا أذكر حتى في حلقة من الحلقات السابقة قلت أن أعتبرها واحدة من وسائل السي في أو السيرة الذاتية، أنك لحظة الخطبة شوفوا هذه بطاقتي، هذه شخصيتي، هذه صفاتي، هذه طباعي واو إلى ذلك، حتى قبل عملية الخطبة عشان يكون هذيك اللحظة تكون قبل ما تصير هذاك الود والتعاطف. صحيح، ما تنكسر القلوب لا قدر الله. ولكن مدى يعني أنت ذكرت جانب أن في بعض الدول عملوا تجارب أنها قانوني. نعم، هل ممكن يصير هذا الشيء أو في يعني دعم من وزارة الصحة أمنية لتطبيق مثل هذا القانون؟ هو يعني الدول اللي أوجدت القانون ليس لمنع الزواج. نعم أنا فاهمة. أيوة يعني ما يمنعهم، ولكن فقط يكون الشخص على بينة. نعم، لأنه في الحقيقة يعني إحنا وجدنا أشخاص أولادهم مصابين بهذه الأمراض ويقول إحنا تمنينا. نعم، يكون أن عندنا المعرفة وكذا، كان يكون نازلنا عن هذا الارتباط. نعم، فمثل ما ذكرت للأسف أيضا من أخطاء الشيء أن يقرى هذا الفحص بعد ما يكون هناك التزامات. نعم، اجتماعية. نعم، طبعا هذا ما نحبذه، هذا لا نشجع عليه، ولكن نتمنى أن الشخص في بداية مقتبل حياته يتجه إلى إجراء الفحص ويعرف هو وضعه. نعم، هل هو حامل المرض، هل هو مصاب بالمرض، هل هناك توجد أي إشكاليات، يأخذ هذه المشورة قبل لا يحدث أي ارتباط. إذا هل ممكن يصير تعاون مثلا عشان ما يكون كذلك حرج أنه رايح عشان بيعمل فحص ما قبل الزواج؟ لأن للحين احنا ثقافتنا
كلنا طبيعي، ما حد لا يتحسسون، يعني في ناس تتحسس لما نقول ثقافتنا في بعض الامور يا نهملها او انها زي ما يقول تلامس الحاجز الخاص او المحيط الخاص. مثلا نقول في عمليه تجديد بطاقه شخصيه او لحظه استصدار بطاقه شخصيه جديده او الاحوال الشخصيه، ان من اجراءات الفحوصات تصير من ضمنها. هل ممكن يصير هالشيء؟ هذا ممكن، وهذا من ضمن الاقتراحات المطروحه. نعم. ان يكون بهذه الطريقه. نعم. ولكن طبعا في البدايه لازم يكون هناك موافقه الشخص اللي اذا كان يوجد قانون يدعم اجراء. نعم. هذا الفحص. ممتاز. نعم. ممتاز. خلينا الحين نتكلم عن لا قدر الله، بس عشان انا احب اعطي الصوره في حاله انه كان في اهمال في عمليه الفحص ما قبل الزواج، كيف ممكن تصير؟ واذا كان الواحد على بينه ومعرفه، هذيك اللحظه بيكون الاختيارات ممكن افضل، وطبعا كله باراده رب العالمين يعني. نعم صحيح. هو يعني للاسف اذا مثلا اجري الفحص بعد الارتباط ما يكون هناك الخيارات محدوده جدا، اما انهم هم ياخذوا احتماليه وقوع الخطر وهو يعني ولادة طفل مصاب بالمرض، أو الخيار الثاني اللي هو الانفصال. فلذلك يعني تأتي أهمية أن مثل ما تفضلت أن يكون قبل بفترة. نعم. ممتاز. أنتوا الحين هذا كل المعلومات وأكثر إن شاء الله بتكون من خلال هذا الملتقى. نعم. الملتقى متى بيكون بالضبط؟ ويفيد كم من الشرائح نقدر نقول إذا كان، وهل بيستمر في أكثر من مكان ولا هو مستقر فقط في موقع معين؟ لا، هو الملتقى سيكون إن شاء الله يوم الأربعاء. نعم. من الساعة 8 إلى الساعة 12 ظهرا في. نعم. قاعة المؤتمرات جامعة السلطان قابوس. ويكون برعاية سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليل مفتي العام للسلطنة. نعم. وبحضور يعني عدد كبير من المسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية. ممتاز. هل نية أن يتجول هذا المؤتمر على مستوى محافظات السلطنة؟ والله انا احييكم لكم عملتوا. نعم. بجامعه السلطان. نعم. لان هذاك جيل ممكن من هذيك اللحظه يبدون يعملون حتى الفحوصات يعني. صحيح. هي. والله الفكره موجوده، هي يعني ممكن انه يعني يكون له يعاد مره ثانيه مثلا في مناطق ثانيه على سبيل. نعم. نوع من التوعيه. عسى ان شاء الله نامل ذلك. زين خلينا لو بتعرف شويه عن الملتقى، ايش المحتوى بيكون؟ هل بيشتمل بس على جلسه حواريه؟ هل بيكون على هامش مثل بعض المعارض او مشابه؟ اللي هو عباره عن اوراق عمل. ورقه عمل اللي يقدمها الدكتور سلام الكندي استشاري في مرض الدم في جامعة السلطان قابوس، ويبين فيها. تحية للدكتور سلام. نعم. في أكثر من حلقة كنا نتكلم عن هذا الموضوع. نعم ده. بالضبط. إيه. فإن شاء الله يتكلم عن تبعات المعاناة التي يواجهها سواء المرضى أنفسهم أو عائلاتهم. نعم. أو أيضا الخدمات الصحية في تقديم الخدمة لهؤلاء المصابين بهذه الأمراض الوراثية. وبعد ذلك سيكون هناك أيضا ورقة طبية يقدم سعاد الدكتور محسن الحازمي. نعم. من المملكة العربية السعودية. نعم. وبعد ذلك أيضا ورقة يقدمها فضيلة الدكتور كهلان مدبهان الخروصي عن الجوانب الاجتماعية والتشريعية. ممتاز. ممتاز. وبعد ذلك في الختام إن شاء الله تكون كلمة سماحة الشيخ فيما يتعلق بالجوانب الشرعية. الله يعطيكم الصحة والعافية. جزء أخير أنا أحب، هل في إحصائية عندكم نسبة الفاحصين؟ هل هي في ازدياد، متوسطة، منخفضة، متذبذبة؟ إذا كان والله ما تحضرنا الحين يعني عدد نسبة معينة، ولكن يعني بعد ما بديت الحملات التوعوية في هناك يعني زيادة ملحوظة في عدد المقبلين على الفحص قبل الزواج، ونأمل إن شاء الله يكون العدد يزيد، ومن هنا أيضا نوجه لهم الدعوة أيضا للتوجه لإجراء الفحص قبل الزواج. والمقر اللي ممكن يقدم نفس هذه الخدمة بالنسبة الرعاية الصحية الأولية. ممتاز. موجود في كل الموقع. نعم في الرعاية الصحية. عشان أنا قصدي لا أحد يسأل يعرف وين بالضبط. صحيح. دكتور أنا سعيد كثير بوجودك معنا، نورتنا ببرنامجنا قهوة الصباح، وأتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، وإن شاء الله انطلاقتكم موفقة لهذا الملتقى اللي بيقام إن شاء الله في قاعة المؤتمرات بجامعة السلطان قابوس يوم الأربعاء القادم. وأتمنى كذلك أن تكون عدوى إيجابية عند عدة جهات، أو كذلك ممكن حتى مؤسسات تثقيفية أن يكون لها دور كذلك في تعزيز ليس هذا الموضوع فقط ولكن كذلك في مواضيع أخرى. شكرا للدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي، وسعد كثير بوجودك معنا، وأتمنى لك دائما يعني كذا طلة طيبة في برنامجنا قهوة الصباح. شكرا لكم الفرصة السعيدة. وإحنا سعد تسلم. إحنا عندنا الحين تقرير حول العالم، وبعده بيكون عندنا فاصل، وبعد الفاصل عندنا موضوع جميل لا تروحوا. نجحت قطر مؤخرا في تسجيل رقم قياسي جديد بصناعة أكبر علم في العالم، حيث زادت مساحته على 100,000 متر مربع. وأشاد طلال عمر المسؤول عن عمليات موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية في الشرق الأوسط بأكثر من 2,000 شخص شاركوا في صنع العلم العملاق، كما أشاد بجودة صناعة العلم وخامته.
نوعية المتيريا المستخدمة، نوعية الخياطة لهذا العلم، نوعية دقة إجادة الحياكة أو الفينيش برودكت أو العلم الكامل. صراحة كنا جدا منبهرين. علم بحجم 19 ملعب كرة قدم مش بالسهل حياكته خاصة في هذه الفترة الصغيرة، لكن جدا أشيد باللي شاهدناه، كان يرقى إلى مستوى توقعاتنا يمكن أكثر كمان. وصنع العلم على عدة مراحل بأحد المصانع في قطر لضخامة حجمه، ثم تم تجميعه بعد ذلك على الأرض كما يوضح محسن أبو يوسف مدير المصنع. تقلي العلم اللي هو موسم بيصل وزنه 9.5 طن، فكان تصنيعه على 8 قطع داخل المصنع، وتم ترحيل 8 قطع لداخل الموقع، وبعد كده تم الجوينت بين 8 قطع داخل الموقع، وده كان اخطر عمل وكان التحدي هنا، لان طبعا نظرا لذلك الوقت انه هو كان العمل ده ياخد داخل الموقع 25 يوم، لان التحدي كان في 5 ايام. وكان معظم المشاركين في صنع العلم الذي حطم الرقم القياسي من موظفي الحكومة وخريجي الشرطة، حيث قاموا بصناعته في إطار احتفالات قطر بعيدها الوطني. وفي احتفال كبير قام مسؤول موسوعة جينيس بتسليم المسؤولين القطريين شهادة تثبت قيام الدولة الخليجية الصغيرة بصناعة أكبر علم في العالم. خالد حسين، رويترز. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام وإلى فقرات برنامج قهوة الصباح، وفقرتنا القادمة كالعادة مع ضيف عزيز كل يوم اثنين يطل علينا بطلة البهية ما شاء الله تبارك الله، وأيضا بمواضيعنا. اليوم بنستكمل، احنا الأسبوع الماضي تكلمنا عن جزء يخص العلاجات أو كذلك حتى الدخلاء فيما يخص علاج الأمراض التناسلية، مثلا التنشيط الجنسي، وتلقاهم تقعد مسوي لك دعايات وفي أوراق، يعني بدون ما أقول، ولكن كانت واضحة بقدر الإمكان، يعني في بعضها مو بعضها ممكن أغلبها غير صحيح. اليوم احنا بناخذ الحين جانب يخص، كان ممكن هذيك المره مركز بالدرجه الاولى على الرجل، هالمره بيكون بتركيز اكثر على المراه. ضيفنا العزيز الحكيم صهيب بن ثاني الفرعي دائما يخص لنا بهذا الوقت ويعطينا شيء من وقته عشان نطرح هذه المواضيع. اللي حبي يتواصل معنا ويطرح اسئلته حول الموضوع اللي احنا بنطرحه الحين، ما عليه الا انه تعطينا الاسم او يعطينا الاسم ويطرح السؤال، ويا ليت تتصلون على صوت التلفزيون عشان نقدر نتواصل معاكم وتسمعونا ونسمعكم. نرحب بضيفنا مره ثانيه، حياك الله الحكيم صهيب. يا مرحبا، جزاك الله بركه، مختص في الاعشاب الطبيه، واليوم بنكمل يعني الجزء الثاني المختص بجانب المراه، وكنا نتكلم حتى في الاسبوع الماضي اذا كان هناك في تليف او ضمور في البويضات او ضعف كذلك، والهدف او التكيس، ممكن تسميات ممكن تختلف بين اقليم عن اقليم اخر، ولكن في النهايه هي الهدف انه لما تكون هناك العلاقه الزوجيه هو الابن يكون، وان شاء الله تكون ابنائكم كلهم بارين وصالحين. انا ودي دائما نحب نسوي نعمل مقدمه لمثل هذا الموضوع، يعني يمكن معروف على مستوى العالم العربي يمكن الامهات الاجداد بحكم الخبره والتعود ان هذه العشبه مفيده ما قبل الحمل او بعد الحمل، هذه تسند المراه تخليها تكون اقوى، هذه ممكن يساعدها الفتاه يعني المقبله على الزواج او في لحظه الزواج الايام الاولى، مرور المرأة بتغيرات في الهرمونات أو كذلك بالدورة الشهرية ممكن يضعفها جسديا وإلى ذلك. كيف ممكن أنتم كعطارين في هذا المجال يكون لكم كلمة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول حاجة مثل المقدمة الجميلة جزاك الله خير، مثل ما تفضلت طبعا هناك في عوائق كثيرة وعوامل كثيرة، يعني كثير من الأشخاص يقول لك والله أنا الحين أنا 5 سنوات من تزوجت أو 6 سنوات من صار الزواج. نعم، يعني هو طبعا الطب يقول من بعد السنة الشخص يخضع لفحص معين. نعم. ولحد الحين ما صار عندي حمل فخلاص أنا عقيم. أو المرأة خلاص والله أنا ما صار عندي حمل فأنا هذا نوع من أنواع العقم. نعم. العقم اللي حتى اللي معروف في كتاب الله وفي السنة وفي الطب عند الرجل تكون أنسجة الخصية ما تفرز حيوانات منوية. نعم. هذا هو العقيم. فالطبيب ياخذ عينة من الخصية حتى فما يوجد حيوانات منوية، فهذاك يرضى بالقضاء والقدر. وعند المرأة تكون المبايض أو الجهاز تناسلي ما يفرز المبيض ما يفرز مبايض. نعم. فهذه هي تتعرض تكون حاله من حالات العقم.
لكن هناك يمكن تكون في أسباب أخرى عن عدم انتظام الدورة الشهرية من سببات تأخير الحمل، ضعف المبيض أو حجم المبيض أو حجم البويضة نفس الشيء كذلك، هي اضطراب الغدة أو عدم انتظام الهرمونات هي نفس الشيء، هي من الأسباب لتأخير الحمل. مرات تكون أسباب يعني بسيطة ومرات تكون قلت حتى التهابات. فالنصيحة طبعا أول حاجة الشخص من بعد السنة من بعد الزواج يخضع لفحوصات عند الطبيب المختص، يشوف ايش الموضوع ويشوف ايش المرض من اي جهه، من الرجل او من المراه. ممتاز. واذا كان في هناك بعض المشاكل الثانيه يمكن صاحبه تكيس، صاحبه يمكن يعني تليف حتى في الرحم. او بعض الانسدادات في بعض القنوات. ممتاز. انا احب بس اعطي فكره للي يحب يتواصل معنا على ارقام هواتف البرنامج المحليه والدوليه، هو نفس الرقم 2494370 من داخل السلطنه، ومن خارج السلطنة على 00968249437. نقول تحية للي قاعد يتابعنا من خلال الشاشة، وتحية أكبر كذلك اللي قاعد يستمع لنا عبر موجة الإف إم 106.5. ما عليكم أمر أي استفسار في الموضوع اللي إحنا بنطرحه، اسمك أو اسمك والسؤال بشكل مباشر عشان نكسب الوقت ونقدر نأخذ أكبر عدد من الاتصالات. أكثر الزائرين عندكم أو أكثر الإشكاليات اللي مرت عليك في لحظة يمكن زياراتك الميدانية بالتقاء مع زملائك في نفس المجال؟ هو كثير من الحالات مثل يعني والله يقول لك والله أنا الحين صار لي سنوات ما صار ذوق عندي، فعملت فحوصات، قال نعم عملت فحوصات، نكتشف أنه مشكلته بسيطة أو مشكلته يعني يحتاج لها علاج معين. فقط لتنشيط حركة الحيوانات المنوية أو تنشيط الجهاز، تقويض الجهاز التناسلي. وكذلك عند المرة يقول لك والله أنا عندي اضطراب في الدورة، حتى يمكن هذه المشكلة عندي من البلوغ. فتدريجيا تضعف الدورة تضعف الدورة، فيصير نوع من الشوائب، نوع من أشياء متراكمة في الرحم، فتعمل نوع من الانسدادات. أو بعض الالتهابات. فتسبب نوع من ضعف بعض القنوات أو التصاق. في بعض القنوات، فبعض الأعشاب نصف بعض الأعشاب لهم. فيستفيدوا كثير من العلاج إن شاء الله. إنزين، إحنا عندنا مجموعة أو نموذج من بعض الأعشاب، وهذا نموذج يعني زي ما أقول فيض من غيث يعني. هذه عشبة اللي هي طبعا طلع النخيل. طلع النخيل. ممكن أفتحه بس. انتبه على ملفك بس. الممنوع. ما شاء الله. عشان لا يقولوا بخيلين. اذا ها طلع النخيل. طلع النخيل نعم، طبعا طلع النخيل يوجد حتى عندنا في السلطنه في موسم موسم تنبيت النخيل او عشان موسم الرطب يعني. يبدا من شهر 2 عندنا الحين ان شاء الله لحد شهر 5. كل الاخوان يقوموا في المزارع في الحقول في كذا عشان تنبيت. في حتى يوجد موجود في دول ثانيه موجود عنده يكون طازج في الفتره هذه يعني. فهذا يعني من يعتبر منشط هرموني بشكل عجيب. ممتاز. للرجال وللنساء. ممتاز. فاي حاجه تكون هي منشط هرموني يعني يساعد عشان تقود الجهاز التناسلي، فتقوى المبايض عند المراه بشكل جدا قوي. ممتاز. اي نعم. زين، احنا عموما هذا مركز بالنسبه للاتصالات اللي بحب يتواصل معنا، معليش انا لان فيها نسبه من البودر قاعد احاول انفض ايدي. بنتكلم او ياخذ كذا زي الشاي والحليب. هي هذه اللي تشرب تخلط مع العسل او تشرب مع الحليب. ممتاز. لان هي طبعا تجيب طبيعتها تجيب بودره يعني، فملعقه صغيره مع كاس يعني حليب. هي كذا طبيعتها بودره. هي مان يعني هي البودره هي اللي تخرج من طلع النخيل. ممتاز. فملعقه صغيره مع الحليب. نعم. زين، او انه ممكن مع العسل وتاكل صباحا مساء. نعم. فتعطي افاده كثيره. حتى العشبه في الحلقه الماضيه اللي ذكرناها اللي يحب العزيز. نعم. حب العزيز مع طلع النخيل يعني يعتبر منشط هرمون عجيب. ممتاز. خاصة للنساء. ممتاز. بس اللي عجل هذا مرتبطة بالوزن يبغى لها تعديلات كذا. احنا بناخذ الاتصالات. نقول ام ملاك صباح الخير. صباح الخير اخوي عبد الله. يا مرحبا، تفضلي. كيف الحال؟ بخير الله يسلمك ويعافيك. عساك بخير. يا مرحبا، هلا والله. انا اتصلت الاسبوع الماضي يعني نفس الموضوع. عندي ضعف في البويضات. تأخر في الدورة تقريبا بعض الأحيان يعني 14 يوم، بعض الأحيان 10 أيام، بعض الأحيان 8 أيام. وما أعرف السبب، رحت للعيادات. أتوقع إحنا جاوبنا على هذا الجزء أم ملاك. أيوه، ذكرت الأسبوع الماضي. أي نعم. بس اللي ما ذكرته تأخر الدورة أكثر من أسبوعين وأكثر من 10 أيام. إن شاء الله. كل شهر لازم تتأخر لي 5 أيام. أو 10 أيام. ممتاز. في مشاكل تكيس أو في مشاكل عندك لا قدر الله تكيس أو ما شابه ذلك؟ لا والله ما أعرف. أنا الفحوصات اللي سويتهم قالوا لي بس عندي ضعف المبايض. ضعف بويضات يعني. تمام، واضح؟ واضح. خلاص. شكرا يا أم ملاك، وإن شاء الله يعني هي المرة نركز شوي على ما يخص تأخر. أم محمد تفضلي. السلام
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أخي طيب؟ بخير الله يسلمك عافيك. لو سمحت عندي استفسار. تفضلي. أنا عندي أخت متزوجة من 21 سنة. وإلى حد الآن الله مرزقها بأطفال من قبل. نعم. ويوم تروح عن المستشفيات فحوصات الحمد لله كل شيء طبيعي عندها وعند زوجها. ما أعرف في الاستفسار يعني. الطبيعي دورة منتظمة. تمام تمام يا ام محمد واضحت وقعت. هو سؤال كبير. انا على سبحان الله انا كل يعني الجوانب الصحيه ممتازه عندهم ولكن 21 سنه ربي ما كتب لهم بالانجاب وان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله قولي امين الله يرزقهم ان شاء الله بالذريه الصالحه وان شاء الله يكون وجهنا خير عليهم يا رب ان شاء الله. مشكور يا ام محمد على الاتصال مشكوره كثير. ايضا اتصال جديد نقول مرحبا واتمنى عاد اللي احد ربي كتب له يبشرنا بالخير عشان نفرح بعد معه. نقول مرحبا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا من معاي؟ عزيزة تفضلي. عزيز مرحبا. مرحبتين يا هلا والله تفضلي. كيف حالك؟ بخير الله يسلمك ويعافيك. والله طيب انا من اليازر من منطقة الوسطى. والله والنعم. كيف حالك؟ بخير الله يسلمك يا هلا والله. يا اخوي انا جبت اولاد واحد. زين والولاد عمره 15. وبعد ما جبت حد. كان بس حملت مرة سقطت. زين سبب سقوط عارفة ايش السبب؟ هل كان في ما اعرف والله. ومن بعدها ما صار عملية حمل نهائيا؟ ما صار بس رحت المستشفى زوج ايش عنده نقص وما اعرف ويش وانت عندك التهاب وعندك انسداد في النبيب وما اعرف ويش وكذا. زدت تعالجتي عزيزه؟ بس تعالج علاج عادي بس كنت حبوب شويه. لا بس سؤالي لا واضح. لا ما في فايده. لا قصدي سؤالي بانك تعالجتي. ما في فايده. لا اسمعيني. تعالجتي هيو. بمعنى اهتميتي في العلاج ولا نفس الاسلوب الحين قاعد تعطيني الاجابه ان تعالجنا وخذينا الدواء بهالمعنى؟ لا خذينا علاجات بس حبوب وكذا ودويه وبار وما في فايده. ان شاء الله نعطيك اجابه. مشكور يا عزيزه تسلمي ما قصرتي ناخذ. كيف طيب؟ لا سمعينا ان شاء الله ونعطيك اجابه ان شاء الله. سمعيني بس خليك مع يعني بعد ما تخلصين يعني. شكرا يا عزيزه. ابو عبد الرحمن شو اخبارك؟ الحمد لله شيخ كيف حالك؟ يا مرحبا هلا والله تفضل يا عزيزي حياك الله يا هلا. الله يسلمك. بس بغيت الشيخ يوضح. طلع النخيل في نوعين يعني نوع اللي هو النخله المؤنث وفي فحل مذكر. نعم صحيح. يا ريت لو يوضح هذه النقطه على اساس الجماعه المشاهدين والمستمعين يعرفوا. حاضرين ان شاء الله. حاضرين ان شاء الله. ان شاء الله تسلم. نوقف شوي بس للاتصالات عشان نقدر نجاوب ونشرح باخذ من عبد الرحمن لان احنا تكلمنا عن طلع النخيل. ايش نوع؟ طبعا طلع النخيل هو مثل ما تفضل الاخ عبد الرحمن طبعا هو اصلا يطلع من الفحل. نعم النخله ممكن تطلع لكن ما تطلع البودره. نعم تطلع الساق وتطلع الزهور والاشياء الثانيه. تلقح بها. تلقح بها لكن ما تخرج الماده هذه. هذه الماده تخرج فقط من الفحل. نحن العمالين نسميه هذه ما نخله هذه فحل. نعم هي فتطلع البودره هذه فهي عشان مفيده. اذا بودره طلع النخيل مع حب العزيز اللي احنا عرضناه فتابعوها في اليوتيوب اللي ما حصل له نصيب. ممكن تأخذ مع العسل أو تشرب مع الحليب فهي مغذية زي ما قال حتى شيخنا الأسبوع الماضي. قال الحب العزيز ممكن يأخذ كذا مثل الفستق نتفرج عليك على المسلسل وبرنامج كذا فبالإضافة يعني أكل لك حبتين كذا واشرب معها بالعسل فإن شاء الله ما لكم إلا العافية. عزيزة ممكن لاحظتني أنا سألتها أنا حسيت من نبرة صوتها يعني اخذ يعني في اخذوا علاج ولكن ما في هذا وجه اللي حسيته بس ممكن يكون العكس اكيد توقعته. طبعا هو مثل ما تفضلت جزاك الله خير كثيرا حتى من المرضى يجوا عندنا فعندكم العلاج الفلاني قال عندنا قال يلا نقرب قربنا كثير. نعم صحيح. لا طبعا الانسان هناك تكون هي قاعده. نعم. انا رايح متوجه الى مركز معين او لمستشفى معين او الى طبيب معين
أنا طبعا رايح آخذ بالأسباب. نعم. إيه فيكون عندي اليقين وعندي النية الصادقة. نعم. وعندي التوجه والحرص. الصحيح والحرص عشان استخدام الدواء. وما أيأس. يعني خاصة مثل هي حالتهم ما تعتبر حالة عقم. نعم. هذا مرض عضوي ولو طال المدى وقصر. نعم. لابد أن يكون في علاج وهي. نعم. كذلك أنجبت. نعم. من قبل يعني وهذا دليل على هذا الشيء. نعم. فتأخذ شهر شهرين إبر أو مستشفى قل خلاص هذا ما يجيب فائدة. إيه لا أنت استمري بالعكس يمكن. نعم. ما تكون الفائدة من أول شهر من أول. نعم. شهرين. نعم. لأن أنت عندك يمكن التصاقات. فالالتصاقات هذه يمكن تكون اسبابها الوزن. نعم. إيه يمكن اسبابها في التهابات في الرحم. نعم. يمكن تكون في اوساخ في الرحم. نعم. يمكن تكون في شوائب معينه. نعم. إيه يمكن تكون في اضطرابات في الجهاز الهضمي. نعم. إيه فعامل الضغط على المثانه فعامل. نعم. بعض. مه. الالتهابات. مه. يمكن حركه الجماع او حركه المعاشره. مه. يعني تكون غير صحيحه. نعم. يعني في اسباب كثيره. مه. يمكن حتى الفراش. مه. الشخص ينام عليه يكون. نعم. يعني انحناء او شيء. مه. اخر. فهناك تكون اسباب كثيره فعشان يبحث بالطريقة الصحيحة وما يأس. نعم. لأن هي ليش قالت لنا عمر الطفل 15 سنة. هي شوف طول انتظار ما صار. صحيح. نعم. ولكن هذه النوعية من العلاجات تحتاج فترة من الزمن واهتمام بالفعل بالجسد الإنسان. وطبعا لأن يدخل هناك العامل النفسي في الموضوع. يعني يعني كثير من حتى زاني واحد شخص قبل الأيام فقال لي أنا خلاص ما أريد أعمل فحص في المستشفى. ليش؟ نعم. قالوا طريقة الفحص يعني متعبة أو أنها محرقة أو. نعم. أنها شيء. نعم. لكن هذا علاج. اي في الشرع وفي الدين يعني ما لا حرج يعني في الموضوع. نعم. هذا. نعم. فكيف تقول انت اني متعبه وان انا والحمد لله الحين الامور بسيطه وسهله. نعم. يعني صحيح وان شاء الله ما لها الا العافيه عزيزه. نعم. يعني استمروا اذا كان هناك في علاج صحي. نعم. يعني موصف لكم خذوه كامل وما في مانع ايضا زياره اي مراكز العطاره واخذ ما احنا قاعد نذكره يعني ولكن ما في اهمال يعني مش ناخذه ما نقول والله لي 3 شهور وانا استخدمه وممكن العلاج انا محتاج سنه مثلا. صحيح. لازم يكون عندي هذاك الصبر طولة البال إذا كنا حابين نيتنا بالأبناء. أم محمد وأم ملاك بنجاوب عليكم بس بعد ما أخذ مجموعة من الاتصالات. السلام عليكم. شيخة شو أخبارك من البحرين قالوا لي؟ السلام عليكم. عليكم صباح السلام الخير. صباح الورد يا حي الله بالحلوة والرهش. الأخ المذيع. يا هلا والله الله يسلمك. للابن المذيع وللابن الموجود إن شاء الله. تسلمين. الله يعطيكم الصحة والعافية. تسلمين الوالدة ما قصرتي. والله بغيت أقول حق الولد إن عندي بنت عمرها 24 سنة. عقب يعني ما ولدت بمولودها الأول اسحبوا الطفل للجبهة وصار لها في عنق الرحم مثل يعني التعوير أو الجرح. ما قالوا لنا ما المستشفى. بعد مدة اشتكي من ألم كله في البطن وفي الظهر. بعدين وديناها المستشفى. نعم. اكتشفوا لنا في هاي الشيء. نعم. سووا لها كي اللي هو يقولنا بالسيلفر نايتريت. نعم. نعم. بعدين عقب مده ما صاد سووا لها بالكهرباء. صح. الكي بالكهرباء. نعم. وما زالت تشتكي من هاي الشيء. والحين مره ثانيه بعد حملت. صار لها مثل السلوله على المكان هذا. نعم. نعم. فبقيت بس تنصحوني شو اسوي لها من الاشياء. اي شهر الحين هي الله يخليها ليش؟ الحين هي في الحمل في الشهر الرابع. بس طبعا ما بنقدر نستعمل الأدوية إلا بعد الولادة. صحيح كلام سليم كلام سليم. إيه فجزاكم الله خير إذا تنصحون. إن شاء الله إن شاء الله يا شيخ. حاضرين حاضرين. جزاكم الله خير. ما نشوف شر إن شاء الله. وإن شاء الله والسلام حق أهل عمان وصباح الخير عليهم إن شاء الله. على رأسي والله أهل البحرين حبايبنا كلهم. الله وكل عام وأنتم بخير بعد نقول لكم تستاهلون. وأنتم بخير إن شاء الله وأنتم بخير يا ربي. يا مرحبا هلا والله. الله يسلمك. مشكورة مشكورة تسلمين. آمنة كيف الحال؟ تفضلي صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش حالكم بخير الله يسلمك. الحمد لله بخير الله يسلمك. مرحبا بك. أنا بكلم الطبيب. تفضل شوي. الحكيم يسمعك. الحكيم يسمعني الله يخلي. أنا عندي وزن وعندي يقولوا لي يوم أسير المستشفى يقولوا لي عندي دهون وايد. الحين استعمل حبوب مال الدهون وعندي ويا في الريول في الركعب تنتينهن عندي الام. كيف ينصحني الطبيب؟ ابغى اشوف كيف ينصحني الطبيب بويش. حاضرين. وش استعمل؟ يعني ابغى اخفف الوزن وابغى اخفف الدهون ابارخ لان الدهون عندي وايد. كيف الاكل معاش؟ الاكل والله ما وايد. في حركة في نشاط على الأقل مشي. حركات المشي ما أقدر أمشي عشان مسافة بعيدة عشان الريل. أنا مسوي عملية في الظهر. سلامات إن شاء الله. وما أقدر أمشي من الركع وايد ما أقدر. ممتاز خلاص.
خلاص ان شاء الله ان شاء الله نرجع. أمن في البيت شوي امشي في البيت، لكن مسافه بعيده ما اقدر امشيها. زين بس بيني وبينك يعني الاكل ما وايد، يعني بمعنى ايش ما وايد؟ في عيوش؟ عباره من كل شيء الا عيوش ما شيء، عيوش كذي بقدر. انا الوالده انا قاعد اخذ واعطي معاش، لان كلنا عندنا صارت افه العصر نقول ما ناكل، ترى كلنا الجيمتين، الجيمتين هات تلقينا صينيه صارت. لا والله لا لا. صحة والعافيه عليك ساكدي يا رمزة. لا اكل اكل سلطه. حلو. قفشة عيش مغراف عيش كذي صغير. ممتاز. دقائق وهذا حاجات ما اكلها صراحه. ممتاز ممتاز ممتاز. ان شاء الله ان شاء الله مالك الا العافيه. بسيطة كلها بسيطة. مالك إلا العافية إن شاء الله نعطيك كذا، لأن أذكر في حلقة إحنا تكلمنا فيها بالنسبة للأعشاب اللي تخفف الوزن. شكرا شكرا للوالدة ما قصرت. بيدا كيف الحال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. لو سمحت بريد أسأل شوي الحكيم. تفضلي. معي بنت عمرها 22 سنة. سايلها وقع يعني في أيام بالأيسر. في الظهر. وبعدين يسوي له حراره صدر. زين رحنا العياده مال بدر السماء. نعم. وخذوا عليها فحوصات قال فيها التهاب. زين وعطونا اوراق ورحنا مره ثانيه مستشفى بره. وخذوا فحوصات وخذوا اشعه وكل شيء قال مش فيها. والحين يوم تجلس وايد يرجع لها مره للعوق وظهرها ويصير لها الحراره. الحرارة وين بالضبط؟ في الظهر؟ حرارة في الصدر. الصدر سلامات إن شاء الله. أيوة. عملتوا يوم بالأيسر يكون من ناقل الحرارة تسوي لها. زين عملتوا فحص بالنسبة للصدر؟ أيوة في مستشفى بره، رحنا مستشفى بره أخذوا فحص دم، فحص بول، أشعة، مش الظهر، قال كل جسمه صافي. لا 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 أنا قصدي فحص للصدر. عملتوا لها فحص للصدر؟ لا مش أخذوها، بس الأشعة اللي أخذوها عليها أشعة مال التلفزيون. غير إذا كان التهابات في المعدة ولا أي شيء ممكن تثر ممكن بكتيريا ممكن أي شيء. شو زين وقال صافي الأشعة طلعت زينة وفحوصات كلها حلوة. نعم. غير الحين يوم تجلس وايد يعني يأثر عليها تصير حرارة في الصدر. زين سووا لها فحص للصدر ما عليك. فحص مال المعدة؟ لا 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 مش المعدة الصدر. الصدر. أي نعم. لان انا خبريتهم وبعطيتهم كل شيء للتقارير ما اعطيني اياهم بدل السماء شليتهم مستشفى بره. اي انا عارف عارف بس ايوه مشكلته في المعده. في المعده في المعده ما تشوف شر ان شاء الله. ان شاء الله يا عبيده ان شاء الله ان شاء الله ما تشوف شر ان شاء الله. زين احسنت مشكور. فاطمه بعد فاطمه بنوقف شويه عشان نقدر نجاوب على اللي قبل. فاطمه شو اخبارك؟ ايوه السلام عليكم. يا مرحبا. عليكم السلام. كيف حالك اخ عبد الله؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. معي عندي التهابات في الرحم حادة وما صارت من 5 سنوات. وأعالج من سلف جامعة سلطان قابوس وما في فايدة. عالجت في عيادات خاصة نفس الطريقة. زين لحظة أنت قلتي معلش فاطمة معلش اعذريني، أنت قلتي ما في فايدة وانتقلتي إلى عيادة خاصة. بمعنى إيش ما في فايدة؟ ولا تحسن حتى ولا 1% صار؟ نعم. يعني انت قاعد تقولي لي انك كنت تعالجي في مستشفى الجامعه وبعدين ما في فايده انتقلتي الى عياده خاصه. صح؟ نعم. خلال فتره نعم. العلاج هذه نهائيا ما كان في تحسن؟ لا احيانا للذوق واحيانا الالتهابات هذه عملت لك مشاكل في الدوره؟ الالتهابات هذه عملت لك مشاكل في الدوره؟ ايوه كان تاخر في الدوره غير منتظره غير منتظمه. كان الحين انتظمت الدوره مع العلاج. اها العلاج الاخير اللي قاعد تاخذينه؟ ايوه. ممتاز. مدة العلاج هذا ايش كيف؟ الضايق عنده ضعيف نفس الشيء. مدة العلاج هذا الأخير كم قالوا لك لازم تاخذينه؟ نعم. العلاج الأخير اللي قاعد تاخذينه الفترة الزمنية ايش كثر قالوا لك؟ قالوا عندي التهاب حاد. اي عارفة. وما زال الالتهاب مدة العلاج ما في أمل مدة العلاج لازم يسحب الالتهاب وبعدين نشوف الضايق. ممتاز. خلاص واضحة واضحة. شكرا شكرا يا فاطمة. تسليمه ما قصرت يعطيك العافيه. انا برجع بس بعد اذنكم. ام ملاك وتاخر الدوره الشهريه عندها. نعم طبعا هناك تاخر الدوره الشهريه وعدم انتظام الدوره الشهريه هي من الاسباب في تاخير الحمل طبعا. وهناك تكون اسباب كثيره يعني. نعم. ممكن يكون مثل الاخت الاخيره اللي اتصلت ممكن يكون بسبب جفاف في الرحم او التهابات او عدم انتظام في الهرمونات. نعم. او يكون تكيس في الرحم. نعم. او بعض الاعشاب يعني بعض الاشياء. فنحن يوجد نقعد عندنا بعض الاعشاب
اللي هي عشان نزول انتظام الدورة. نعم. من ضمنها عشبة شجرة اسمها شجرة الحرقل. تأخذ الحرقل مع المرقدوش مع الزعتر مع النعناع. أتمنى أم ملاك قاعد تسمع. نعم. الحرقل مع المرقدوش مع الزعتر والنعناع هذه تغلى مع الماء وتشرب مثل الشاي. ممتاز. لإدرار الطمث وفي نفس الوقت يعني تنزل الدورة بالشكل الطبيعي. وهنا كذلك عشبة عمانية هي اسمها كف مريم. ومعروفة كثير عن يعني هي مثل الكف كذا يعني. فهذه العشبه جدا ممتازه وطيبه عشان نزول وانتظام الدوره. ممتاز. فالمراه تواظب عليها باستمرار. وتاخذ تغليها ولا تطحنها؟ تغليها مع الماء وتشربها مثل الشاي. ممتاز. فتساعد كثير ان شاء الله. يعني ما يعادل تقريبا 21 يوم اقل شيء. اقل شيء. عشان الواحد يحس بال مع انه يعني مشاكل الدوره وكذا حتى هي الحين لما تاخذ ادويه من الطبيب تقول لك والله انا رحت شهر وشهرين ما حصل فائده. نعم. النظام الاطباء يمكن هي ما استفسرت او انا بسبب الازدحام او الطبيب ما ذكر هالنقطه او انا ما فهمت الطبيب. نعم. ايش يعني لازم تواظب مع الطبيب اقل حاجه لمده 6 شهور. نعم. هي او في المركز المعين المركز التخصصي او عند الطبيب المختص. من كذا كنت اسال فاطمه الفتره العلاجيه. الفتره العلاجيه نعم. فلازم 6 شهور يعني هو يعطيها بعض المنشطات اللي هي عشان الغده وعشان الابر فهذه ما تتفاعل بيوم وليله حتى عن طريق الاعشاب. ممتاز. فهو يريد وكذلك الطبيب يشوف اللي يشوف النتائج. نعم. الشهر هذا يمكن ما نزلت الشهر القادم بتنزل الشهر اللي بعده يمكن ما بتنزل الشهر اللي بعده بتنزل. نعم. حتى يكون في الانتظام موضوع هذا. القرعات ممتاز. الطبيب يعني كذا ممتاز. اتمنى الانسان ما يستعجل يعني. نعم. إيه هذا طولة البال لانها يحتاج لها شيء من التأني. نعم. وكذلك لان هو مو دقة زر ان هذا اللي بيعالج ممكن. نعم. هنا يكتشفوا ان هذا المضاد لا مناسب هذا غير مناسب. صحيح. فالمفروض انه يتغير. نعم. او الجرعه تزيد او تقل. نعم. ام محمد وكانت تسال عن اختها انهم يعني 21 سنه يعني في. نعم. كل الفحوصات طيبه. طبعًا. ان كانت من قبلها او من قبل زوجهم يعني وكل الامور عندهم طيبه لكن. نعم. ربي ما رزقهم. طبعا هناك مرات تكون في اكيد هو طبعا في سبب معين. يعني فإذا كانت كل الفحوصات طبيعية وكل حاجة ممكن يكون حتى مثلا وقت المعاشرة وقت الجماع الرحم ما ينفتح بالشكل الصحيح. نعم. فما تعمل عملية التلقيح. نعم. أو مسألة الحركة تدفق الدم في العضو فتكون ضعيفة. ممتاز. أي فما تعمل عملية التلقيح هي. فهناك نحن مثل هذه الحالات تمر علينا نعطيهم تركيبة شاملة. أو وصفة شاملة خلطة شاملة لتقوية الجهاز التناسلي. نعم. لتقوية الغدد الهرمونات أنسجة الخصية الدورة الدموية. نعم. أي وعند المرأة كذلك عشان تقوية الرحم وتقوية المبايض وتقوية البويضة. نعم. والانتظام الهرمونات تقوية الغدة. أبرز الأعشاب اللي ممكن تكون مناسبة لهم هي حتى الطلع النخيل مع حب العزيز. نعم. هذه ومع بذر الفقل. نعم. هذه من أفضل الأعشاب. ممتاز. أي واظب عليها الشخص لمدة 3 شهور. نعم سمعتوا 3 شهور يعني 90 يوم تقريبا. تسعين. وصبح ومساء لازم صباح ومساء. نعم. يعني نضربها في يعني 90 يوم 90 في 980 180 القرعة. إيه. بناخذ اتصالين لانهم دولي وبعدين بنرجع نكمل لان شيخه من البحر مريم من قطر مرحبا كيف الحال؟ يا هلا مرحبتين اخوي عبد الله شلونك؟ خير الله يسلمك يا مرحبا هلا والله تفضل الله يرضى عليك كل عام وانتم بخير يا اهل قطر بعد وانت طيب يا رب يسلمكم تفضل يا ويخليكم يسمعك طويل العمر انا بكلم الحكيم عندي مشكله الكحه السعال الدائم إذا بدتني لو نزلة يعني تيني نزلة بداية تيني نزلة وبعدها تم معاي الكحة لحديت يعني 6 شهور لا إله إلا الله ما شاء لا نوم لا شيء بالمرة كلش لا أقدر أنام وأنا الحين موجودة يعني هي فيني صار لها من 4 شهور باين من الحس صاحب أيوة ومش قادرة يعني أي طبيب أروح الطبيب كل مكان يعالجوني يعطوني كل مرة الحين أعطيني أخي شي كورتيزون من مع الأدوية اللي يعطوني إبر يعطوني كذا بس ما في أي يعني إلا كمل 6 شهور نعم سويت تعبانة يعني سلامات ممكن حكيم ترشدني والله يعني بلغم يعني لو عندك بلغم البلغم أنا عارف له إن البلغم غيريني لما يصير خضر شوية تخف علي نعم لكن على طول يرجع مرة ثانية يصير أبيض لزج سلامات إن شاء الله سلامات إن شاء الله يعني انا الحين اكلمك وانا يعني شويه وبقعد اكلح على طول ما تشوفين شر معي تقريبا 5 دقائق متواصله ما تشوفين ما تشوفين شر ان شاء الله ما تشوفين شر ان شاء الله ان شاء الله يا رب يكون الاجابه من عندنا يا رب الله يشفيك ان شاء الله شكرا ان شاء الله عشان اوصلكم بعد انا بوصلكم بعد بروحي لا تشريف تاكد على ان شاء الله بزور المركز بروحي اذا على الراس وعلى العين تاكد على الراس يا مرحبا ان شاء الله يا رب يسلمك يا مرحبا هلا والله سعاد من الامارات تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم. صباح الخير. صباح الورد. يا مرحبا. هلا والله. الله يسلمك. اقول لك انا والله يا ابوي انا بس كرشي زاد بالسنه هذه ما عندي. قصروا على صوت التلفزيون عشان تسمعينه، لان قاعد تسمعين صوتك وتسمعيني وتسمعين نفسك في لما تطرحين السؤال. اوكي. ما عليك امر يعني. ابوي انا عندي بس الكرشه زياده بالسنه وما كنت انا ما عندي الكرش. بس ابي انقص كرشتي. ان شاء الله ان شاء الله. حاضرين. حاضرين ان شاء الله. تسلم. ما قصر. ما يعطيك العافيه. وقف الاتصالات. ما عليكم امر. وشيخه من البحرين الله يعطيهم الصحه والعافيه. وان شاء الله يبلغها خير ببنتها في حاله ولادتها. ان شاء الله تكون طبيعيه. في الولادة الأولى تعرض الرحم للجرح، عمق الرحم يعني عنق الرحم. أيوة. وصار كي بالليزر ثم كي بالكهرباء وما زال الجرح موجود، والحين ممكن يأخذون أي أدوية لأنه ممكن يتعرض الجنين لأي إصابة. طبعا مثل هذه الحالة وهي عندها حمل طبعا ما في أدوية شراب لها، لكن في عشبة اسمها عشبة الفوه. الفوه الفوه أو تسمى عندهم في البحرين عروق الصباغين. عروق الصباغين. عروق الصباغين. شيخة والدة شيخة إذا تسمعين. نعم. عروق الصباغين كما يطلق عليها في البحرين عندكم أو فوه. الفوه. نعم. ممتاز. أيوة. هي هذه تأخذ العروق الصباغين مقدار مثلا 100 جرام مع شجرة البابونج. أوكي. 100 جرام تطحن مع بعض وتغلى مع الماء زي مقدار لتر ونص ماء وتخلى فيه سطل. نعم. سطل ماء وتقل المرأة تجلس على السطل. نعم. وتعمل استنقاء تنظيف للرحم. نعم. فهذه تقضي على الجراثيم وعلى الجروح وعلى الحروق اللي سببها الكي او ان الالتهابات. نعم. كذلك فحتى ان شاء الله مسد عند الولاده تستفيد. نعم. كثير. ممتاز. يسهل لها يعني. بس عشان اتمنى اذا كانت الوالده الشيخه قاعد تتابعنا الحين. نعيد مره ثانيه. هي عروق الصباغين. عروق الصباغين 100 جرام. 100 جرام هي مع شجره البابونك. مع شجره البابونك 100 جرام تطحن مع بعض. وتاخذ منها مقدار ملعقه. ملعقة كبيرة. ملعقة طعام. ممتاز. مع نص لتر ماء. نعم. الغرشة الكبيرة مع. نعم. نص لتر ونص. وتغلى في النار. نعم. يعني تغلى وتصفى تخلى لحد ما تبرد وتخلى فيه سطل ماء وتضاف عليها قليل من الماء بعد. هاي عشان يكون دافي. هي يكون دافي. نعم. نعم. وتجلس عليها المرأة وتعمل تنظيف باليد. للرحم. فهذه مفيدة كثير عشان هذه المشكلة. كم مرة تقريبا؟ في اليوم مرة. أقل حاجة يعني في الأسبوع ثلاث مرات. نعم. لمدة شهرين. ممتاز. لمدة شهرين. لكن علاج مقرب وناجح إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. وأتمنى إذا ما صادف أنك تابعت اللي يعرف الوالدة شيخة يقولها تتابع صفحتنا يعني بعد السبعة أو سبعة ونص بتوقيت السلطنة بتوقيت البحرين يعني الساعة ستة أو سبعة. نعم. بالليل على صفحتنا في اليوتيوب تحت مسمى أومان تي في جنرال. أتمنى تحطونا العنوان. كذلك جتنا كذلك بالنسبة هنا ممكن موضوع ثاني آمنة والوزن الزايد وتشترك. نعم. معها كذلك سعاد والكرش الموجود. صحيح. طبعا موضوع الوزن موضوع الكرش. يعني كثير من النساء يمكن تكون بعد الولادة. يصير عندهم تمدد. في الكرش أو ترهلات. نعم. في مصطلح مراحل ترهلات. فذكرنا العشبة الماضية اللي هي الأخاليل ذات الألف ورقة. نعم. مع عشبة اللك الهندي. نعم. إيه مع قليل حتى من السنمك شيء بسيط تخلط هذه مع بعض بنسب متساويه. نعم. مثلا السنمكيه 50 جرام اللك 100 جرام. نعم. الاخاليله 100 جرام. نعم. تطحن مع بعض وتغلى مع الماء وتشرب مثل الشاي لتنظيف الدهون من المعده. نعم. وطرد الغازات والاشياء المتراكمه في المعده. نعم. بحيث ان البطن يبدا تدريجيا يتهيأ. نعم. عشان شد البطن مع ممارسه التمارين الخاصه للمعده. ممتاز. لان والله احد يقول لك انا والله امارس الرياضه نوع الرياضه المشي. اي فهو لا هو محتاج اصلا يعني تمارين خاصه للمعده. لا بالنسبه للامنه بحكم انها موجوده في السلطنه فالتسميه يمكن معروفه بالنسبه للسعوديه. نفس الشيء. نفس هذه اعشاب شاميه خليله ذات الالف ورقه واللك الهندي. واللك الهندي عشبه مصريه فمسماتها في كل العالم بنفس الشيء. ممتاز. ممتاز. ولا هو لابد شويه حركه وتمارين. أكيد. عشان يكون في مساعده وما بيصير خلال يوم وليله يبقى يعني موضوع الاكل. إيه؟ كذلك حذرا. إيه؟ التخفيف. اي طبعا شرب الماء اثناء الاكل. اكل الفواكه اثناء الاكل او شرب العصائر فهذه كلها من الاشياء اللي تعمل التخمه وتعمل يعني الانتفاخ وتعمل تأكسد في المعده. ممتاز. كذلك عبد ممكن نقول لها ايش وجع عند بنتها عمرها 22 سنه وزي ما قلت لك الحراره اللي في المعده. نعم. والجانب كيف ممكن اذكر هذه طبعا مثل ما فهمت من سؤالها. هي تعاني مشاكل في اضطرابات في الجهاز الهضمي. نعم. لما تاكل اي حاجه البنت ما المعده ما تهضم بالشكل السليم. فتعمل عندها احتقان داخلي. نعم. تجمع غازات وانتفاخ.
فهذا التجمع الغازات الانتفاخ يعملها تمدد فتحة مريء المعدة، نعم، فتخرج عن ارتجاع في المريء، نعم، فيتسبب الحراعة على الصدر باستمرار. فلما عند المشي أو عند ال وهناك إن شاء الله بتكون في حلقة خاصة عشان أمراض قرحة المعدة وأمراض القولون إن شاء الله، فيعملها الغازات ويعملها الحرارة في الصدر باستمرار، نعم، فحتى كل إنسان طبعا عنده مركز أعصاب بين الأكتاف، فهذه الحرارة تخرج على مركز الأعصاب فتعملها الثقل في الرأس أو تعمل تنمل في الجسم أو بعض الاضطرابات في المسالك البولية، وكذلك التركيز أكثر شيء على الصدر وتعمل حتى خفقان باستمرار يعني. ممتاز. مريم من قطر، كيف ممكن رد عليها وخاصة تعاني من كحة مزمنة، نعم، تستمر بعض المرات لستة شهور؟ كذا الكحة طبعا هناك أسبابها كثيرة، فإذا كانت تعاني هي من حساسية في الصدر، هي طبعا هي يحتاج لها علاج معين بنذكر لها إن شاء الله، نعم، وممكن تكون عندها مشكلة كذلك فقط في البلاعيم، نعم، أو في البلعوم أو في الحنجرة، نعم، أي بسبب حتى يمكن من المعدة، نعم، لما تاكل أي حاجة يصير عندها ارتجاع في المريء فتخرج تعاني مثل الحشكرة، نعم، هي على البلعوم، فهي على طول من تستنشق الهواء، نعم، خاصة الهواء البارد على طول تسبب الكحة باستمرار، فالصدى ما تكون نظيف، نعم، فهذا افضل حاجه عشانها ان شاء الله تاخذ شجره حتى موجوده عندهم شبه شجره الزوفه. الزوفه نعم، نعم، تاخذ زوفه 100 جرام مع ملعقه كركم، تدخل اخلط مع بعض وتغلى مع الماء وتشرب مثل الشاي. ممتاز. صباح المساء ان شاء الله ما يحتاج تزورنا الا اذا كان زياره خاصه ان شاء الله، غير زياره للعلاج ان شاء الله ما تحتاج. الزوفه مع ملعقه كركم. ممتاز. نعم. وتخلط وتغلى وتشرب مثل الشاي صباح المساء بامر الله في خلال 10 ايام تحصل إفادة جدا طيبة، وتأخذ زيت السمسم مقدار فنجان قهوة من زيت السمسم وتحره في النار، نعم، زين شيء بس تدهن به عليه الصدر وتأخذ ملعقة صغيرة وتشرب منه كذلك. ممتاز. أتمنى هذا من الأشياء المقربة 100% إن شاء الله. إن شاء الله ما لها إلا العافية. إن شاء الله بتكون كذلك نسجل حلقة في المستقبل خاصة عشان أمراض الربو وأمراض الصدر إن شاء الله. إن شاء الله ما تقصر ما تقصر شيخنا ما تقصر. بعجالة بس تعطيني فكرة عن الأعشاب الموجودة. عشان خلاص إحنا خلاص. هذه شجرة اسمها شجرة بذرة الكتان. الكتان. نعم كذلك هي نفس الشيء من الأشياء المفيدة عشان مشاكل الدورة وعشان التكيسات وإدرار الالتهابات. ممكن تنحط في السلطة كذلك أو مع الروب. ممكن هذه ممكن تطحن نعم وتخلط مع الزبادي وتأخذ ملعقة صباح مساء. وهذه اسمها بذرة الهندبة أو بعضهم يسموها الكاسني. هي نفس الشيء كذلك عشان طرد الصفرة من الدم، نعم، وعشان إدرار البول والالتهابات والشوائب، نعم، عند المرأة أي في الرحم. الله يعطيك العافية. شكرا للحكيم صهيب بن ثاني الفرعي اللي ما يقصر دائما كل يوم اثنين، ويالله يلا نقدر نوفي كذا كل اتصالات المشاهدين. أتمنى العافية للجميع ولكل متابعينا. ممكن نصيحة بما أن خاص الموضوع هالمرة احنا خصنا للمرأة، نصيحة هذا أقولها وكذلك هي موجودة كذلك وزارة الصحة، زي ما احنا تكلمنا عن موضوع الفحص ما قبل الزواج، انا بعد انصح واتمنى هذه الرساله تكون واصله لكل النساء في العالم ليس على مستوى السلطنه، فحص ثدي لا قدر الله لا قدر الله عشان ما يكون هناك اصابه بسرطان الثدي. والله يعطيكم الصحه والعافيه، راجعين لكم بعد الفاصل. رياضه الهوكي هي من أسرة الرياضات التي يتبارى فيها فريقان من خلال المناورة لنيل الكرة، والتي هي في الأغلب قرص صلب مستدير مطاطي أو مصنوع من البلاستيك الثقيل واسمه باك، لذا يحاول كل فريق أن يدخل الباك في شباك الفريق الآخر لتحقيق الهدف، وذلك باستخدام عصا الهوكي. وتعتبر من أعرق وأقدم اللعبات التي بدأت ممارستها في السلطنة، وأول لعبة تقام لها مسابقة تحمل اسم صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. ولنشر هذه الرياضة بين الشباب يفضل إنشاء ملاعب تدريب للهوكي وفتح مدارس الهوكي في المجمعات الرياضية وتقديم الدعم المادي لهذه النوادي.
نطرح ملفات وقضايا متنوعة تشغل بال كثيرين ويتزايد الاهتمام حولها، فنناقشها بالتحليل مع مجموعة من المختصين. إنه باب نفتحه كل أسبوع للحوار والنقاش. شؤون الساعة يأتيكم في الأوقات التالية. وزي ما قلنا دائما من خلال برنامجنا التواصل مع كافة الفعاليات على مستوى السلطنة. اليوم تم افتتاح ندوة السياسات الاجتماعية المنظمة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط. بالتحديد هذه الندوة مقامة بفندق الشنغريلا بهدف التعريف بالسياسات الاجتماعية وأهميتها، والتي يأتي في إطار التحضير لخطة التنمية الخمسية التاسعة والرؤية المستقبلية لعام 2040. طبعا احنا بنتواصل مع احد الاخوان هناك حتى يعطينا كذا صورة عامة بالنسبة لهذا الحدث، وفي نفس الوقت يعني مواكبة من قبل برنامجنا قهوة الصباح مع الجهات المعنية والقائمة على كل الفعاليات، إن كان يعني نقدر نقول اجتماعية، ثقافية، رياضية، اقتصادية، بقدر الإمكان نكون نافذة لمشاهدينا إن كان من داخل أو خارج السلطنة للتعرف على كافة المناشط المقامة على أرض السلطنة. حديثنا إن شاء الله بيكون في الجانب الآخر مع الشيخ هلال بن سعيد الشيداني، وهو مستشار الشؤون الاستراتيجية والعلاقات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس، وعندنا عدة تساؤلات حابين نتعرف حول هذا يعني السياسات الاجتماعية، المفهوم كذلك الفائدة المرجوة من قبل هذه الندوة، كيفية يعني الاستفادة منها تطبيقيا على المجتمع. أول بس ما يقولون لنا إن شاء الله جاهزين عشان نقدر نتواصل معهم مباشرة. عموما هم قاعد يقولون لنا الحين عندنا شغلة فنية، ولكن في حين جهزوا وكانوا موجودين معانا إن شاء الله بنقول لهم يا مرحبا فيكم في لقائنا معاكم في برنامجنا قهوة الصباح. خلونا نرحب بضيفي محمود، حياك الله، تفضل محمود البلوشي بيكون موجود معنا داخل. حياك بركب لك، أنا بركب لك الميكروفون، تعال، هذا ميزة قهوة الصباح. حياك الله، شو أخبارك؟ صباح الورد. أنا خلينا أتشرف كذا بتركيب، بارك الله، هذا عشان الجمهور يعرف شلون إحنا سياسة التجهيزات لبرنامج قهوة الصباح. تفضل. هم تعرف صايرة هالفترة موضة الحين على مستوى القنوات الفضائية تلفزيون الواقع، هذا تلفزيون واقعي، هذا برنامجنا قهوة الصباح طبيعي، معنا فريق عمل، ضيف عزيز وغالي في برنامجنا قهوة الصباح. حياك الله، زرت البركة، يا مرحبا فيك، حياك الله. اليوم احنا بنتكمل، المفروض كان احنا يكون عندنا اتصال، بس بعض المرات هذا لما يصير عندك تجهيزات بعدين يصير في شيء كذا ما تدري ايش السبب، ولكن كل شيء بإرادة رب العالمين. احنا الاسبوع الماضي تكلمنا عن موضوع كثير مهم، كثير 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 مهم، ما تخيل عدد الاتصالات اللي جتني ما بعد
حتى ما خلصنا اللقاء. أول شيء كلهم يثنون عليك ويقدمون التحية الصباحية. على موضوع في تويتر على في تساؤل عن يعني تنبي الكل يسأل يعني هذا الكلام أنت تقوله عن عمر من أي عمر؟ نعم. ما نوهن على العمر. نحن ممكن نقول نطبق ألعاب برامج من 4 سنوات. نعم. هي الأفضل من 5 سنوات لفظية الشكلية من 5 سنوات لكن الحركية ممكن نطبقها في 4 سنوات. ممتاز. لأنه خلاص يعني قادر على الحركة وكذا. لكن 2-3 سنوات بعد ما قادر يمسك على القلم. نعم. نحن لما نتكلم عن النماذج الثلاثة. لكن يعني نقول نحن نبدأ 4 لكن تنويه لأولياء الأمور. أنت لا تنتظر ولدك لما يصير 4 سنوات 5 سنوات تبدأ تأخذ البرامج. نعم. تثقف وتعلم قبل يكون انت جاهز. جاهز حتى فعلا. قبل الزواج انت عارف كيفيه التعامل عشان احنا نقول ما يخضع الى العاب اللي هي ممتاز. مشتتة للعقل. بعد اذنك بس بعد اذنك انا احب اقدم لك تحيه صباحيه ونرحب فيك كذا من خلال برنامجنا قهوه الصباح بضيفنا العزيز والغالي الاستاذ محمود بن علي البلوشي متخصص ومدرب ما شاء الله ممكن اشتهر كثير ممكن شفتوه في اكثر من قناه فضائيه يتكلم في ما يخص عبقريه الرياضيات ولكن ايضا عنده جوانب اخرى احنا اكتشفناها وممكن اشجعكم من الحين لحين معرض الكتاب عشان الحصول على يعني توقيع الخاص على إصدار الأول بما يخص الارتقاء بالذات وكذلك القدرات الإبداعية. بعد إذنك محمود احنا بناخذ الاتصال بشكل سريع كذا وبنرجع إن شاء الله نكمل حوارنا واللي يحب يتواصل معنا إن شاء الله في لحظتها. نقول مرحبا السلام عليكم شيخ هلال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا زارتنا البركة والله يسعدك إن شاء الله ويفتح عليكم بس تعطيني كذا فكرة عامة حول هذه الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الندوة هي ندوة السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي وهي تكملة لمجموعة من المشاريع أو سلسلة من الأنشطة اللي قامها المجلس الأعلى قامتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بدءا من بداية هذا العام 2013 شملت عدة هذه الأنشطة كان فيها لقاءات في محافظات عمان التقاء بالمسؤولين وغيرهم نعم. لأخذ أراهم حول السياسات الاجتماعية ومستوى الخدمات والتوجهات في تطوير الخدمات للخطة الخمسية القادمة والرؤية المستقبلية 2040. أكثر نقطة ممكن تهم المجتمع ممكن أنتم كمسؤولين قائمين على هذه الندوة أدرى بكثير ولكن أنا كمشاهد كمتابع حجم الاستفادة بالدرجة الأولى إيش اللي بحصل عليه من خلال هذه الندوة؟ الاستفادة بمشيئة الله كبيرة. أولا لا ننسى مهما كان المسؤول مسؤول هو في نهاية المطاف مواطن أيضا في عمان. من هو مسؤول في مكان هو مواطن بالنسبة لجهات أخرى. نعم. السياسات الاجتماعية الهدف منها الأساس هو أن نأخذ رأي المجتمع بكل شرائحه وكل أطيافه لتصب أراهم في وضع الخطط الخمسية والرؤى المستقبلية. نعم. طبعاً النتاج كبير على كل المستويات. نعم. المناقشات التي تمت خلال الفترة الماضية شملت التعليم والصحة والخدمات وتطويرها في على 4 محاور على كل حال. نعم. المحور الأول كان التعليم والتدريب والتشغيل. المحور الثاني كان السياسات القطاعية وهو رفع كفاءة الخدمات كالصحة والتعليم وغيرها. نعم. من مستوى الإتاحة إلى مستوى الجودة. والمحور الثالث هو الاستثمار في الحماية الاجتماعية وهو يتحدث عن صناديق التقاعد وغيرها ايضا من سبل الحمايه الاجتماعيه. نعم. واخيرا المحور الرابع ينصب حول التاكد ومتابعه تقييم وتنفيذ ما يتم وضعه من خلال مخرجات السياسات الاجتماعيه. ممتاز. بعد سح الشامخات والاوامر الساميه ان يعني كانت هي بما يخص يعني المشروعات الصغيره والمتوسطه ان المفروض يكون هذا المنطقه ملتقى قرارات وليس توصيات، صار عندي انا كمشاهد وفي نفس الوقت قائم على المجال الاعلامي ان قمنا نحب نسمع قرارات. ما نبقى يعني ما حبينا اي منتدى او اي ملتقى او اي مؤتمر كلمه توصيات نعرف انها بتاخذ فتره من الزمن، ولكن لما تكون قرارات اكيد بيكون لها وقت قصير، من خلال هذه الندوه بتكون ندوه قرارات ام توصيات؟ الندوه هذه لها سمه مختلفه اصلا عن ندوه المؤسسات الصغيره والمتوسطه. الندوه هذه ليست ندوه بمعنى انها تخرج بقرارات مباشره. الندوة هي مرحلة من مراحل إعداد وثيقة السياسات الاجتماعية. نعم. وثيقة السياسات الاجتماعية المخرجات التي تم الوصول إليها إلى هذه المرحلة الآن ستناقش خلال 2 يومين القادمين على أمام الحضور
وبعدها تخرج بأولويات. نعم. هذه الأولويات ستخرج إلى ثلاث محاور. المحور الأول هو الإنجاز السريع قصير المدى. نعم. وهذا يتطلب أنه يخرج مباشرة إلى التنفيذ. المحور الثاني اللي هو متوسط المدى وسيدخل في الخطة الخمسية التاسعة من 2016 إلى 2020، وبعض الأمور التي تحتاج وقت أطول من كذا ستدخل في إطار الرؤية المستقبلية 2040. الفارق الأكبر بين بين ندوة مؤسسات صغيرة ومتوسطة وندوة السياسات الاجتماعية، ندوة السياسات الاجتماعية هي في الأصل تبني أساس للتخطيط. يعني هي لا تتخذ قرارات اليوم بالضبط لكنها تبني أساس للتخطيط. نعم. الوثيقة التي ستصدر بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط ستحال إلى المؤسسات الحكومية لاعتمادها في قضايا التخطيط للمراحل القادمة. شيخ هلال، أنا سعيد كثير بالتواصل معكم، أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق وصباحكم سعيد. تسلم. شكرا شكرا ما قصرت، يعطيك العافية. تسلم. يا مرحبا. يمكن من خلال هذا السياسات الاجتماعية الإنسان حتى على مستوى الأسرة يحتاج أن يضع له استراتيجية وسياسة للمستقبل حتى قبل الزواج، ولما يكون في ابن وزواج أكيد لابد بتغير سياساتك، والمفروض أنك تتخذ قرارات صارمة عشان يكون عندك نشأ تفتخر فيه ويكون ذريتك ذرية صالحة كما كل الناس ترغب. احنا في الحلقة السابقة مع ضيفنا العزيز الغالي أعيد وأكرر ورحب فيه مرة ثانية الأستاذ محمود بن علي البلوشي، ممكن قبل ما ناخذ اللقاء كنت أشجع كثير من الناس لحظة زيارتكم معرض الكتاب، يعني أخذ توقيع التذكار على إصداره، ألف مبروك مقدما إن شاء الله، لأن بالفعل الكتاب كثير رائع وجميل ومقتضب فيه كل التفاصيل بدون حشو زيادة عن اللزوم. الحمد لله رب. برجع مرة ثانية، احنا تكلمنا الأسبوع الماضي عن موضوع الإبداع وكيفية أن أجعل من ابني طفل مبدع. ممكن يكون مش ناجح دراسيا زي ما احنا دائما متوقعين، لازم يكون مخترع بس تلقاه ممكن مبدع في جانب ثاني أنت غافل عنه، وربي سبحان الله يعني زرع في أبنائنا وفينا كل واحد عنده قدرات وإحنا في النهاية مكملين لبعض. أنا ممكن مثلا أكون مبدع في النجارة، أنت ما تقدر تستغنى عنه لأنك محتاج أثاث، محتاج شغلات. ممكن أنا مبدع في الهندسة في عملية البناء، أنت مبدع في الجانب مثلا كذلك الطب في مجال الطبي. ذكر كذلك محمود، أنا بس قاعد أسترجع عشان أذكر الناس أنه ممكن حتى وإحنا صغار كنا نلعب بعض الألعاب، ممكن هي يعني نبنى أساسية للمستقبل. ممكن أبغى أكون طبيب، أبغى أكون مدير، واللي تلقاها تبغى تكون معلمة من صغرها وإلى ذلك. اللي يحب يتواصل معنا يذكر شغلات جانبية كذا مر فيها وحققها على أرقام هواتفنا بتكون ظاهرة على الشاشة على 24943701، ومن خارج السلطنة مع اللي حطوا فتح الخط اللي هو 00968. والتواصل مرة ثانية حول الإبداع ومهارات الإبداع وكيفية أن أجعل من نفسي عندي هذه المهارات وأكسبها كذلك أبنائي من خلال محمود. مرة ثانية حياك الله. حياك الله شو عبد الله. اعذرني على شوي المقدم بس حبيت شوي كذا عشان اشحن الناس. في موضوع اللي هو الجديد ان شاء الله راح اطرحه اللي هو صنع الطفل المفكر، هذا كتاب جديد باذن الله وراح يكون بعد يعني معرض الكتاب. طبعا الكل يسالني ليش سميته صناعه الطفل المفكر ما دام انت تقول اصلا الاطفال اول ما ينشؤ مبدعين. اقول زي الذهب، الذهب خام. نعم. انت اللي تصنع الذهب. نعم. كيف تشكيله تريده. صحيح. الطفل نفس الشيء مبدع، لكن انت اذا ما قتلت هذا الابداع فيه تقدر تشكل الابداع اللي فيه بشكل تريده. نعم. كيف تنمي تفكيره، كيف تعالج افكاره والى اخره. اما تهمله يعني اذا همس قطعه حلوه يعني جميله من سيء. فعشان كذا هذه مهتم انا اريد ابدا معك بلعبه اساسا هو موضوعنا اليوم الالعاب. ابدا معك لعبه اول اعطيك القوانين نبدا بعدين. ممتاز. بنعد التنازلي من 30 إلى 1. ممتاز. اللي من واحد منا يوصل واحد هو الفائز. اها ممتاز. بس بشرط انت لك يعني ممكن انت تبدا وانا ابدا. اي نعم. بشرط ان لك 3 ارقام. نعم. تعد يعني على عدد تقول 3 ارقام. نعم. يعني تقول 30 29 28. ممكن تقول بس رقمين. 30 29. أنا ممكن تقول رقم رقم خلينا يعني رقم او رقمين او 3 ما يصير تزيد. ممتاز. يعني فقط لك اقصى حد 3 اعداد. ممتاز. تفضل. من يبدا؟ انت تبدا عشان ما تقول والله اني محضر. يلا انا ابدا. 30 عشان اخلص. 30 يكون 29 28 27. 26 24. لا 26 25. 26 25 24. 23 22 21. 20. 19. 18. 17. 16 15 14. 13 12. 11 10. 9.
ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة اثنين أربعة ثلاثة أنا أقول لك اثنين واحد ما في خلاص هي مش المسألة لاحظ في كذا ايوه هو شو انت بتركز انا لكن انا الهدف مني مش ان يعني كيف طريقه لعب من فراس لكن لو لاحظت الفيل يعني الشعور اللي صار عنده ضحك كذا تغير فدائما اولياء امور شو يقول لك والله ابني يعني انطوائي ابني ما يشارك ابني كذا انت الان بالالعاب ممكن تشارك فيقول لك لازم اذا فعلا تبي تنمي طاقه ابنك لازم تعمل ثلاث حاجات مع الابن خاصه الاب تجاه الابن يلعب معه اول شيء ثاني شيء يحضنه ثالث شيء يقبله هذا الثلاث اشياء تعمل طاقه لدى الابن بشكل يعني بشكل كبير وقوي بالنسبه له فعلا لو حصلت الاشياء لاحظ انا اقول حق لو لاحظوا لما يعني تلعب مع ابنك شوف كيف شعوره يضحك وكذا فدائما شوف انا الحين لعبت مع من معك انت عبد الله ممكن نلعب مع الكبار نحن نعمل دور للكبار يعني يومين كل العاب استغربوا فاقول لهم ليش اقول لهم البالغون هم اطفال ولكن بجسام كبيره فانت لاحظ كيف شعورك كيف حماسك كيف تجدد طاقتك فهذا انت بتخيل فريق العمل معاي صحيح ولا لا صحيح. فهذا الاثر فما بالك اذا كان طفل يعني اصلا يحب يتعلم باللعب يحب يعني كل الاشياء باللعب فبالنسبه له انت الان لو قلت حق الطفل خلنا نروح المدرسه نلعب الله يستانس يقول لك اليوم نحن كنا نلعب فبالنسبه له يعني والدليل لما يقولون يعني في العام الدراسي ان بكره بيكون يوم مفتوح ايوه تبقى مو من الفجر ممكن قاعد يصحح حتى اللي صاحب الكهرباء عشان يولع المدرسة فليش لأنه هو يبي يجدد حماسه وكذا فدائما في دراسة في جامعة طوكيو قسم التربية الفكرية يقول لك ان الألعاب فائدتها يعني نسبة كبيرة جدا تنمي توسيع الإدراك عند الطفل وليس هي مضيعة وقت نحن كنا نظن أن هذه أصلا الألعاب مضيعة وقت وأغلبنا يخطأ أنه والله أساسا أنا همشه وأني أنا أستغل وقته أخليه مثلا والله يطالع تلفزيون أو مثلا يلعب بلاي ستيشن أو كذا فضيعة وقته فأفضل وقت أنه أفضل شيء أنه كيف نستغل وقت الطفل يبلي هذا الألعاب الفكرية اللي هي الفك والتركيب اللي فيها رسومات الصلصال وهذا الأشياء هاي ضرورية جدا تنمي عند الإبداع نعم أنت ذكرت لي بداية إن لازم نحدد العمر لأن كثير جاءت الرسالة هاي صحيح فعلا من أربع سنوات كل هذه الممارسات تقريبا أربع ممكن طبعا قبلها يكون في بس فيه خبرتك اللي هي الحركية مش بشكل أربع سنوات ممتاز أربع سنوات وقالوا لي ترى شكله في أربع اتصالات نقول مرحبا السلام عليكم أم وصال شيخ بارك الحمد لله بخير تفضل يا أم وصال أيوة أنا عندي ابني في الصف الخامس الحين اسمه أحمد الله يخلي لك اياه ان شاء الله الله يخليك مشكور بس مشكله بشكل كبير انا على طول كله متملل هو متملل على طول والله مين ام احمد مين مو متملل هالوقت جد ترى سؤال هل تلعبون معه هل تلعبون معه ام وصال ايوه هو حتى يوم يجي مدرسة خبرة عندك واجب ما ادري على طول كله ما ادري احمد شو تحب ما ادري شو تحب تاكل ما ادري يعني كله ما ادري ما ادري ما ادري حتى بخصوص الرياضيات يا ابو خبره وضع واجب الرياضيات شو الواجب اللي عليك ما ادري اساله شو عارف هالمساله ولا لا ما ادري عقله تفهم شيء يقول لي ما ادري ام وصال انزين حياتي ما ادري لا 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 مو تصدقيني مو حياتك كلها ما ادري بس في اكيد في شغلات يحبها لا كله ما ادري لا لا لا, لا انتوا لما لما تخلونه هو في حاله ما يمارس اي شيء أيوة. مثلا ما يلعب على جالس بروحه جالس بروحه نادرا زين في الجلسه في الجلسه هذه يعني اللي هو بنفس بروحه يعني مثلا يلعب لعبه معينه مثلا على البلاي ستيشن على البي اس بي يرسم ولا قاعد كذا متفكر و هو احيانا يلعب سياره بلاي ستيشن أيوة. بس على طول يعني يكمل ربع ساعه خلاص انا مليت مليت زين يعني ما يكمل عند اخوان ايوه عند اخو اصغر مني في الصف الثاني واخت اكبر مني في الصف السادس هل يشاركه يشاركونه ولا احيانا يلعب معاهم بقساوه هاي يلعب معاهم بقساوه احيانا احيانا يعني افهمه يلعب معاهم زين بس بدون فايده
زين. هو عنده نقص انيميا فوري من عنده واخذ دم بس احس انه على طول كله يحب ينام ينام ينام. يعني الجانب الصحي هذا الشيء الاثر يعني فيه ما ادري. الجانب الصحي شوي عنده بعد يمكن وعكه صحي بسبب نقص اسمه الدم. انا قلت كذا بس انا احيانا انا شجعه ساعتي يوم يجي المدرسه يعني انا ما اعرف احل الواجب اخذ البيت افهمه وبعدين على طول يحل هو يبتسم يعني انه حل عرف يحل. اي نعم اي نعم. اقول انزين ايوه اشجعه يعني. زين احيانا على نهايه الاسبوع اذا حل زين انا بس ليش عن شغله بس عن شغله هم يمكن فيها جانب جانب انت الامهات ما في غبار عليكم كل الحنيه موجوده والقلب والحب للابناء ولكن تقسيم العاطفه شلون خاصه مع احمد؟ ما اخذ له مساحه؟ الحمد لله انا اسمه عيالي ما اسمه الله يخليهم الله يخليهم لك يعني الحمد لله يعني ان شاء الله خلاص ان شاء الله نجاوب عليك وقاعد يقولوا لي والمخرج قاعد يقول لي ترى في كم اتصالات ولكن مشكور ام وصال ام ملاك شو اخبارك ما شاء الله ام ملاك اكبر متصله معنا في برنامجنا قهوه الصباح نتشرف فيها دائما تفضلي ام ملاك اخبار والله نقول لك الحين قدام فار شوي حلوه ما شاء الله اللهم زيد مبارك اي نعم حبيت اشارك بس مع اخوي تفضلي يا ام ملك عندي البنت الكبيره هي عندها الرسم والتلوين مثل ما قلت لك الاسبوع الماضي اذكرها اي نعم ايوه رحنا المكتبه وخذينا دفاتر تلوين والوان شمعي هي تحب الالوان الشمعيه كثير وبدات ترسم هاي الحمد لله رب العالمين هي اكثر اللي ترسمه اسوي لكم بيت اي نعم انا ارسم لكم بيت منا يلا رسمي عشان بعدين يوم ننتقل ان شاء الله نحصل بيت مثلا ان شاء الله يا هي الحمد لله يعني تتجاوب معي البنت الصغيره التمهيدي عندها قدره للحفظ ما شاء الله عليها تقريبا الحين حافظه من 8 ايات من السور الصغيره الله يخليها ويبارك فيها احاول اني احفظها جزء عنها امين ان شاء الله والحمد لله رب العالمين ماشي حالها بس الشيء الوحيد اللي لما يعطونها واجب انا ما احب الانجليزي انا ما ابي اسوي المدرسه لان مدرسه الانجليزي هنا ما اريدها ليه قالت تعطينا واجب وايد وانا ما اعرف اكتب انا ما احب اني اكتب بس ابى احفظ الله يخليهم لك الله يخليهم لك ان شاء الله يا ملاك مغرب الكلني صراحه لا حشا حشا بالعكس مأجورين ان شاء الله بتربيتهم يا رب مشكور يا ام ملاك تسلمين ما قصرت حياك الله ام لؤي تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام أنا عندي بس لؤي عندي ما شاء الله عليه عنده بس الدراسة ما يحبها صراحة عنده هوايات كثيرة عنده يحب الموسيقى موت يموت في الموسيقى ما شاء الله ويحب الخيل ويحب كل حاجة بس هو الموسيقى عنده أكثر حاجة يعزف على آلات؟ نعم يعزف على آلة معينة يعزف ما شاء الله الحين ماخذ ياماها كسون ليش هذه الموسيقى ما شاء الله حلو ويحب كثير ودائما أذن بالموسيقى في البيت بس الدراسة كم عمره؟ كم عمره؟ عمره الحين ما شاء الله 16 سنة ما شاء الله ربي يخلي لكم اياه ان شاء الله وما دراسه ابدا الحين لا لا بس سنوي. سؤال الاخير طوال فتره دراسته كان ما يحب الدراسه ولا مرحله سنيه ما قام يحب الدراسه اول كان لا الحمد لله يحب الدراسه بس هذا من دخل اول ثانوي الثاني طبيعي الحين طبيعي. لما يروح المدرسه يقول انا خلاص ما اقدر ادخل المدرسه شكرا يا ملاي واضح الصوره واضح الصوره بقول لك انا بعدين واحد من السبب ام يوسف لا. ام يوسف تفضلي اخر اتصال معانا ام يوسف أيوة السلام عليكم يا مرحبا هلا يا ام يوسف عليكم السلام تفضلي يا ام يوسف انت على الهواء ايوه معك انا عندي طفل عمره تقريبا 3 سنوات ونص يعني شوي كان انطوائي هو ما يحب يشارك يعني مع الاطفال وما يحب يلعب فشفت عند المختصين نعم يعني قالوا لازم تدمجيه في يعني مؤسسه او نادي او مرسم او مدرسه فأنا دخلت في مدرسة نعم يعني الحمد لله بادي هو شوي حلو يتغير بس عنده مشكلة أنه ما يطيع أن يحفظ ما يطيع؟ يعني الدروس اللي يعطيها ما يطيع يحفظها ما يحفظها كم 3 سنوات أم يوسف؟ إيه يعني هو مثلا هو الطفل الوحيد عندكم ولا؟ لا هو الطفل الأول يعني الأول البكر زين والثاني شلون إن شاء الله؟ نعم الطفل الثاني بنت ولا ولد؟ لا ولد ولد انزين هذاك شاطر مثلا كم عمره الثاني؟ ايه تقريبا 2 سنة ونص سنة ونص ايوه زين خير ان شاء الله ان شاء الله يا ام يوسف ما قصرت مشكوره احنا وقفنا الاتصال ايه هو بس لانه ما يطيع يعني يحفظ اللي الدروس بيعطيها ما يطيع يحفظها
بس ثاني هو عنده خيال. ام يوسف عمره 3 سنوات. نعم. عمره 3 سنوات شحفظ. مشكوره ام يوسف. معليه بنجاوب بس انا عشان خلص الوقت، ولكن اتمنى تتواصلي معنا في الاسبوع القادم. احنا قاعد نتكلم بس عشان ام يوسف انا مال 3 سنوات هذه واجد. احنا قلنا كيفيه التعامل مع الاطفال، هي قاعد مصره انه ما يحفظ. كيف ممكن؟ هل طفل ممكن يحفظ من 3 سنوات؟ انت الضيف الاول اللي جبت الدكتور كان يتكلم عن موضوع الثقافه. اي نعم، واضح ان كيف نحن نوصل ثقافه الفحص قبل الزواج وكذا. نفس الشيء بالنسبه للتعليم التفكير او مثلا الدراسه، هذا عندنا ثقافه، صار عندنا ثقافه لازم اهتم الولد من اول ما يطلع من بطن امه. نعم. لازم. نعم. يعني اهتم على اساس انه شهادته وعلى اساس انه بكره يشتغل مكان كذا. نعم. فهني يحتاج انه بعد 3 سنوات نحن نقول كما قلت. يعني يعني كل المفروض هذا اصلا ما في شيء اسمه عنده دراسه. نعم. عنده كله لعب. نعم. لحد سن 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات ايضا. ممتاز، ما في مشكله. في اليابان استاذ، شوف في اليابان انا ركز اليابان لاني انا عملت بحث خاص في نظام التعليم في اليابان. يقول لك الان عاملين من صف اول لرابع ابتدائي ما عندهم تقويم، ما في عندهم اختبارات. نعم. الولد ينجح بس يعني هم ما يركزوا، ما عنده فوبيا والله في الاختبار وكذا ابدا. حتى الدراسه اللي هم استخدموا فيها الالعاب يقول لك الالعاب دائما عند الطفل يخوز عن هذا اجوبه لك القلق، الاكتئاب، يكون عنده حماس زايد، يعني اشياء كثيره. ايوه ممتاز. انا لان الوقت بدا شكلنا الالعاب بنخليها الاسبوع القادم عشان نقدر نعطيها حقها كذا، ما بتصير بشكل صحيح. كيف ممكن نقول حق ام وصال؟ وفي نفس يعني تقريبا هم كلهم يشتركون في نفس الجانب. نفس هذا هو يعني هنا يشاركون في البيت في البداية. لا تقول والله هو ملان هو انطوائي أو كذا. لا، مشاركة في البيت في البداية، بعدين نودي برا. لكن للأسف يعني يقولك أنا ما فاضي، ولا الأم تقول ما فاضية. مثلا لازم راجعوا، لازم راجعوا الاطفال. يقول لك انا متملل. يمكن هذا الطفل عمره 5 سنوات يشترك مع الطفل، يعني ايضا في مرحله الطفوله اللي عمره 16 سنه انه يعني في كل النشاطات. أيوة. بس في المدرسه ما يحبها ويضايق منها ويكرهها. بالنسبه ذاك الطفل اللي تكلمت عنه انه هو يعني كل شيء ما يدري هذا ام وصال. هذا بالنسبه الظاهر الولد يا عنده ادويه قويه لربما يعني. نعم. او انه يعني حاس انه في شيء يعني مختلف، ما نقول ان حالته النفسيه او يعني شيء ما متشجع له. نعم. ما متقبل نفسه لانه هو غير عن اخوانه او مثلا غير عن الاخرين. بس ممكن يكون الجانب الصحي هنا له دور. ايوه له دور يعني فعلاً. ممكن لما يعدي هذه المرحله الصحيه ربي ان شاء الله باذن الله. اللي عمرهم 16 سنه وخاذ يمكن مرحله يمكن هي دخول الى عالم المراهقه ويصير هنا النقله النوعيه، حتى هو اصلا مش عارف ليش قاعد يتصرف هذه التصرفات. هنا كيف ممكن نصل؟ هنا شوف هنا في عندنا في مهاره اسمها معالجه الافكار. هذه يدرب قبل لا يدخل في هذه المرحله وجدا مفيده معالجه الافكار. اللي هو نعلمه الايجابيات السلبيات الاشياء الافكار الابداعيه، 3 اشياء. خلينا نركز على الايجابيات والسلبيات. انا ابدا من قبل من 7 سنوات 8 سنوات ادربه على هذا الشيء. خلاص هو عارف، عقله يحلل. ابدا انا اساعدك كولي امر، اساعدك كيف يحلل. اقول له مثلا الان اخترت هذه اللعبه، ايش تعتقد ايجابياتها ايش سلبياتها؟ نعم. شفنا هذا البرنامج، اعطيني ايجابيات. يعني دائما اسال يكون في نقاش، فيكون نقاش. فالحين وش يصير عنده؟ توسيع مجال الادراك عنده. نعم. هو الان يمشي، هو خلاص تعود يعني في البيت عودوه بهذا الاسلوب، يمشي برا يشوف يعرف يحل هذا ايجابي هذا سلبي. الان اي سلوك خلاص عقله لا اراديا. نعم. لان تعود عقله دائما يحلل. صح. يحلل عارف. نعم. ينظر للشيء ان هذا سلبي، هذا ياثر علي وهذا كذا، فيبدا يحل. طبعا انا ما اعطي حلين. نعم. لان تكلمنا المره الماضيه الطلاقه. صحيح. طلاقه حدد من حتى مقلنا على الطاوله هذا كيف ممكن اعدي. ايوه فعلا طلاقه من الاشياء اللي ابدا كذا يعالج افكار. شفت كيف اقول ممكن من الاشياء الايجابيه او السلبيه تكون فكره ابداعيه بالنسبه له، مثلا فكره علاج بهذه الطريقه. اني انا مثلا لو والله منعني التدخين عن هذا، انا ابادر بهذا الشيء. نعم. انا ابادر كشخص. نعم. اني انا مراهق، انا ابادر يعني واروح المدارس اطبق هذا الشيء، فتكون فكره ابداعيه. نعم. انا عارف ان ترى مثل هذه الاجابات مو وافيه، وكلنا الحين قلت ترى عبد الله خلي الموضوع بسرعه خلصتوه، ولكن لانه ما في وقت. ولكن ان شاء الله نوعدكم الحلقه القادمه. اتمنى يعني الاسئله. ولكن انا بس بالنسبه لاربع الاتصالات يعني متى نقدر نقول للاب والام انهم يخافون على عيالهم انه منطوي،
غير اجتماعي زي أم يوسف ما يحفظ، أم صال إنه متملل دائما، إنه ما يدري، كله ما يعرف، كله عنده خوف إنه ممكن يكبر ما يعرف يختار أو ما يعرف يدبر عمره. صحيح. الطيب واجد بحالة نخاف عليه من المحيط اللي بنطلق له. كذلك أم مناك واحدة من بناتها تشوفها ما شاء الله مجتهدة، الثانية مواد معينة تكرهها. وفي وأنا قصدي وين نقدر نقول هنا هذا طبيعي، لا هنا لا لازم ننتبه لشيء. هذا أستاذ عبد الله هني التعميم عندهم. إذا الولد خاف من شيء واحد يقول هذا خواف، إذا قال ما يدري قال كل شيء ما يدري. هذا تعميم مبالغ فيه واضح أصلا، يعني نحطه في كل مكان ما يدري، نحطه في كل مكان ملان شوي صعبة. يعني الأمر أنا أحس فيها مبالغ جدا. هني يحتاج لمصطلحات، هل أنا أحط هذا المصطلح لابني وأترجمه للشخص الثاني أو الشخص المستشار إن ابني خواف؟ لا، لازم أنا أجي أعمل له أول شيء مثلاً استبانة في في تقييم لهذا الموضوع، أنه فعلاً هل هو يخاف؟ ممكن يخاف من شيء واحد، من الأشياء الثانية هو جريء فيها، فما أطلق عليه خواف. ممتاز، احنا خلص الوقت وان شاء الله موعدنا الاسبوع القادم، والله يعطيك الصحه والعافيه. الحلو ما يتم نشوفكم على خير ان شاء الله بكره، مع السلامه وحياكم الله. السلام عليكم.